ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله، حلواني يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. لا 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 لا، ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف بالزاف بالزاف. بالذات بالزاف بالته بالفه بالته بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده، ايه هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه. خلاص بقى، خلاص احنا هنقف نسلم كتير، يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. مش روح يا اخويا، انا بحب الاكل المصري بالزاف بالزاف. بلاش يا بنتي، الاكل هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ انا عارفاكم، انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تنبيد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. بقول لك ايه؟ نعم. ما تغني لي كده اي اغنيه. يا يعني لازم تزلقي لي الزنقه دي. حاضر. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. بس تصدقي بقى ان انا المكان ده خانقني. ليه كده؟ مش حاسس بالحب. انا جاي اعيش قصه حب معاكي. انا كان نفسي في مكان واسع، جنينه واسعه، مكان واسع عشان اجري انا وانت ونقع على وشنا ونضحك. زي الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه، وزي الاستاذ عمر الشريف والست مريم فخر الدين. وانا كمان، وحتى رحت النهارده عملت شعري سشوار ب 12 جنيه ونص، قلت عشان لما اجري يطير ورايا كده ما يبقاش مكتكت. واللي يطير اللي يطير، تعملي شعرك ب 12 جنيه ونص؟ لا بقول لك ايه، انا ما احبش الست اللي تصرف على الفاضيه والمليانه. اه انت شكلك بقى كده من الرجاله المقرطيه اللي بيقرطوا على الستات وما بيدهمش فلوس. لا يعني مش كده انت حبيبتي، واللي تطلبيه انا اديهولك. ده انت لو طلبتي نن العين، لا لو طلبت كوبايه شاي حليب ميزه ب 2 جنيه اديها لك واجيبها لك. انت حبيبي قوي يا عمري. يا سلام، شوفي سبحان الله الخالق الناطق كأنه مكتوب لك. الدبدوب شبهك بالظبط. شفت؟ انا احس ان هو حتى مني، حتى شوف نفس المناخير اهي. ما هو اما هيكبر ويبقى قد كده مناخيره هتكبر ان شاء الله. يا رب يدينا العمر ونشوف عريس. مين؟ ايه ده؟ انا فاطمه. انت عامل ايه؟ ايه اللي جابك هنا اهوت وسبتي حمامات سينما بتعملي ايه؟ اصل انا جبت لك حاجه كده كبيره قد كده اهو. جبت لي ايه؟ بكر مناديل؟ بكر مناديل ايه؟ هديه. مساحات؟ مساحات ايه؟ ما توسع مخك شويه، انا هفهمك. عارف وانت واقف على باب السيما اقرب مكان لك ايه؟ الحمام. طب اقرب حد ليك واقف على باب الحمام مين؟ الناس اللي بتعمل حمام. غلط، انا اللي واقفه لك على باب الحمام. ما انت واقفه من زمان، ايه اللي جد يعني؟ اصلا انا جايه اقول لك حبي فالنتايز دي يا حبي. فالنتايز؟ ايوه. فالنتايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت شفت الهديه اللي انا جبتها لك يا روح الروح؟ هو انت؟ يبقى شفتها وعجبتك. ولا شفتها ولا عجبتني ورميتها اصلا. ليه كده؟ خلاص مش مهمه، مش مشكله، هبقى اجيب لك واحده اكبر منها واحلى منها. ولا اكبر ولا احلى. فاطمه يلا ارجعي الحمامات زمان الناس واقفه مزنوقه. يلا. قاسي وحمش وده اللي محببني فيك. بيت ريحتك. يلا غوري على الحمامات. اشوفك امسي يا روح الروح. ماشي ماشي يا لهفه، ماشي بقى. البت المعفنه بتاعت الحمام تفتكرني وانت لا؟ ماشي يا لهفه ماشي، انا غلطان انا غلطان، وانت انت خدعتني، كنت بحبك بس خدعتني. طز فيك يا لهفه، طز فيك يا لهفه. انا مش هزعل نفسي، انا هتبسط بسط واسمع مزيكا واتبسط.
خدي دي كمان بقى. قول. ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس انا اسفه جدا، يعني النهارده فالنتين والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي قوي. ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك، وغزال وتتحمق، ده مليون واحده تتمناك. انت قد الكلام ده؟ طبعا. انا هروح اتحمق عشان مليون واحده تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شويه، يعني تلبس الوان فريحي كالرفول. ده النهارده عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتديل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك. سيبكوا تقلشوا بقى وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول. الو. ايوه. انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك روحتي الصاله من غير ما تقولي لي. ما قري لا انا هم قري. بصي يا ماما على بلاطه كده، انا ايه مش شاب التوتم اللي انت كنت تعرفيهم. ها بصي انا قفشت. سلام. ها سلام. أخيراً مش هجيب هدية فالنتين. يا مقاريل. بقى البت تخرج من الأوضة وتروح لحد الصالة من غير ما تكلمك في الطرقة يا حمار. يا دي عبيد دسيم عشان ما اجيبلهاش هدية. وبعدين أنت خارج ولا إيه؟ أنا خارج مع صاحبتي يا مقاريل. طب ما تاخدني معاك. أخدك معايا فين يا ده متخلف أنت؟ أنا خارج أنا وهي بس. يعني إيه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. يا ده همد إيد عليك يا. والله ما تقدر. طب أقول لها. طب لو ليه اخت صغيره يبقى لغيني. يا ده عيب يا. لا مش عيب. هسالها بس البس كويس. البس كويس يا بنت اللذينه. طب انت منين؟ من المغرب يا رشيده. انت بتعرف المغرب كويس؟ طبعا. انا يا سيدي من مكان اسمه مكناس. مكناس كلامها عجب ومكناس قلوبها ذهب. طب خد قلش مغربي بقى، بحال مكناس بحال فاسكي، فاسكي مكناس. حلوه. حلوه رغم اني ما فهمتهاش. وبيقول لك في فاس بتحب تاخد كل حاجه مع انها مش محتاجه. معلش سوري انا هستاذنكم لان ورايا حاجات مهمه قوي. قول كمان. طب انت صحيح قاعده لحد قد ايه في مصر؟ يعني لغايه يوم الاثنين. يعني قاعده كتير. كتير كتير مش قلت. ايوه صح. حلوه صح؟ حلوه جدا. يبقى ان شاء الله جايه من المغرب عشان تقعدي مع مرتضى؟ يلا خلاص انزلي عشان اخرجك. لا انا مش عايزه اخرج. لا ما انت هتنزلي معايا دلوقتي عشان اتفشخر بيكي. لا اتفشخر بعدين، بس انا دلوقتي تعبانه وعايزه اريح شويه. اوكي؟ طب ما تقعدي شويه. كيفاش كيمكناس؟ ايوه. الله. بتاخد. ايوه. وتروح فين الشمس من على قفا المكناس؟ الله 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 الله. ده انت مروش نفسك بقى. بنقلش. انت بتحببها فيك ازاي؟ ما بعملش حاجه، ده القلش وما يريد. هي بتحب القلش يعني؟ جدا. ليه بقى بتقول لها ايه بقى؟ بتقول لك ايه يعني؟ مثلا قالت لي انا من مكناس، قلت لها مكناس كلامها عجب، مكناس قلوبها ذهب، ومكناس كتير جرحونا. ايوه. وتعالى شوف المكناس. ومكناس بالكهرباء ومكناس بلاستيك. اطلع بره بيتنا. مش طالع. فين رشيده؟ رشيده مع بكار. ايه ده اللي انت لابسه ده يا عم حلواني؟ طقم شبابي كده، انزل كده عيد الحب فالنتاين النهارده من حقي بقى، انزل اروق شويه كده. عايزين حاجه من عيد الحب؟ خلاص امشي وسيبني. سيبني وروح لها. بس لازم تعرف هي مش هتحبك قد ما انا حبيتك، هي مش هتضحي قد ما انا ضحيتك. امشي امشي وروح لها وهتندم، هتندم قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. مالك مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رشوده حبيبه قلبي سوري اندمجت في البروفه.
بس انا باذن الله داخله عمل قريب جدا وعامله فيه شخصيه مختلفه تماما. اول مره هطلع من غير ميك اب خالص. بصراحه انا ندمانه، انا ندمانه بزاف. معقوله يعني تبقى قدامي نجمه معروفه فيديت زيك وانا ما شفت لهاش حاجه؟ انا بصراحه مقصره في حق الدراما المصريه. والله يا رشوده بقى دي غلطتك ان انت مش متابعه، بس باذن الله لما تتابعي هتنبهري بيا، هتنبهري بادائي. طيب الحاجات بتاعتك اشوفها فين؟ بصي اما ينزل لي حاجه هبعت لك على الفيس. شكرا ميرسي. انا كنت عايزه اسالك سؤال، ممكن؟ اتفضلي يا حبيبه، ده انت بقيتي خلاص واحده مننا. ثانك يو، يعني واحده تخبل يعني بريتي يعني امرايا زيك وفنانه فيديت ومعروفه ما عندهاش حب في حياتها، معقوله؟ والله انا يعني عندي فانز كتير قوي قوي قوي، بس انا مش مركزه في الموضوع ده لان بحس ان الجواز والارتباط بيعطل كارير الفنانه. يا بنتي انا فاهمه، بس انا مش قصدي على الفانز، انا قصدي على حد سبيشال يعني حب. ده انتي قروبه يا رشوده بجد والله العظيم. هو في حد بس انا عامله عبيطه مش حاساه. يا بنتي مش مهم تحسيه، ارجع واقول لك تاني لازم تعيشي الحاله. بصي النهارده فالنتاين صح؟ تبقي تروحي تشتري له هديه، مش مهم هي ايه، المهم هديه حمراء وتوديها له، هتشوفيه هيجري وراكي. اسمعي كلامي، هبقى فنانه بتعيش الحاله معطاءة. ميرسي يا رشوده حبيبه قلبي، باي باي. تاني خلي عند امي الكرامه بقى، بص في المرايه معفنه. يخص عليك يا مرتضى، انا غلطانه اني عبرت واحد زيك. الله يخرب بيتك يا رشيده. اخ يا دنيا، دولي يا لهفة، انتوا فين؟ ايه يا بابا، ايه اللي عمل فيك كده؟ فيش يا بنتي، انا نزلت وطلقت رزقي، اليوم كان ماشي حلو من اوله، والموزة رايحة جاية قدامي وعيد بقى، لحد ما الصنارة غمزت مع موزة، قلت هي دي بتاع اليوم كله بقى. وبعدين؟ مشيت وراها، راحت سحباني ودخلت السوق في حرق، دخلت وراها فجأة وقفت قالت الحقوني الراجل ده بيتحشحر، حرش بيا. هي قالت حرش وعينك ما تشوف الا النور. يا لهوي، ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده يا بابا؟ رشيدة هي فين؟ انا مش عارفة، مش لاقياها في الأوضة، وكمان مش لاقية الحلقة الذهب والأنسيال بتاعي. ايه ده؟ التليفون بتاعي فين؟ انا كنت ساب التليفون هنا. حركات القرق دي يا جدعان مش هتنفع، هتاخدوا مني الموبايل هاخد منكم عمركم. السلام عليكم. معلش يا جماعه ما لقيتوش المحفظه بتاعتي؟ الضر ان هي وقعت مني وانا قاعد مع رشيده. يا جماعه في يا لهوي، ايه اللي جرى لك؟ في ايه؟ في ايه يا خالته؟ قول. انا لاقيه البنت رشيده عماله بتجري وعينه عمال يجري وراها بيصور، وانتوا زعلتوها في حاجه؟ بنت الصايعه، أنا من ساعة ما شفتها وقلت القلش بتاع صاحبي ده ما يجيش من بره، ده قلش محلي. عايز أقول لك كلمة سر. إيه يابا؟ إيه رأيك في العصاية دي؟ حلوة. تجربها؟ هو ده، هو ده السر، هو ده اللي جاب لنا السر. ليه فزيت؟ ليه؟